ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. الأخ ياسين عبد المنعم من السودان يقول: هناك جماعة تشوه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعاديه، فلا أعلم لماذا، وما هو الواجب علينا؟ يا أخي، عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، فكيف لا يعادون الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء؟ لكن الحمد لله هذا لا يضرهم، وإنما يرجع بالضرر على من فعله. يقول: ما هو الواجب علينا تجاههم؟ انصحوهم عن اغتياب المسلمين، ولا سيما الموتى، ولا سيما الأئمة في العلم والدعاة إلى الله عز وجل.